بعرف والله يا حكيم، ما بعرف. أنا بحياتي حبيت ثلاثة. ثلاثة مع بعض وتجوزتهم؟ لا ما تجوزتهم، هربوا. ثلاثة هربوا؟ كيف شو كيف صارت القصة؟ يعني قصة شو أول وحدة؟ أول وحدة حكيم كنت بس تنقطع الكهرباء نقزها. ونقزتها مرة ونقزت على طول وهربت وما عرفت رجع. نقزتها؟ شو نقزتها؟ عم بمزح معها حكيم. اه بتمزح. والثانية والثانية؟ والثانية كنت واقفة برا تحت البلكون كبيت عليها تنكة الزريعة من فوق. وأكيد هيدي زعلت وهربت. لا حكيم ماتت. موتهم حكيم موتهم؟ ما بيلقوا مزح حكيم. ما بيلقوا مزح. طيب وقف عمرك إذا بتحكي لي على التالتة حتعقدني من نص. ما أنا جاي معقد من عندك، ما تعقدني بقى، فهمت؟ حكيم وحياتك ما عرفت ولا بنت حكيت معي ولا قبلت تتجوزني. من شو قولك حكيم؟ من شو؟ رح تكون قلت لهم إنك أنت دكتور نفساني، خوفتهم. خوفتهم؟ لا 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 حكيم وحياتك. بس أنا يمكن ما عندي حظ مع الستات. بس شو بدي أعمل حكيم؟ شو بدي أعمل؟ شوف قصتك صعبة كثير حكيم، بتعرف؟ شوف لك شي دكتور نفساني بيساعدني قولك. والله إذا الله بيبليك مثل ما الله بلاني يعني أكيد بفتكر ما بيساعدني. على كل حال شوف أنت وشانسك يعني، شوف لك شي دكتور نفساني واتكل على الله. ممنونك حكيم. الله يقصف أمرك. ممنونك حكيم. قديش بتريد حكيم؟ نعم؟ قديش بتريد؟ أنت حتدفع لي؟ طبعا يعني. والله بناخذ شي 250 منك بس حتى نكسبك زبون يعني. ما بقى تمزح مع الدليل. مسحك معهم مني ما بقى تمزح معهم. هي نصيحة. ممنونك حكيم. وأمتين الزيارة الثانية؟ يعني جمعة شيء مثل اليوم بدك تقول. روح الله. ممنون. بأمر عيونك. ممنون. ليه؟ أنا الأفندي مش الحكيم. ولو في فرق بين الأصحاب يا حكيم؟ مش معقول. لا المجوز راضي ولا العزابي راضي. خلوا اللي بشوفه مصيبة غيره ساعتها بتكون عليه مصيبة. غيره كنا بوحدة وصاروا اتنين معطر يا جوز التنتين. لا مين أقدي ولا ميدين ومشحر يا جوز التنتين. شحر يا جوز يا ابن جوزي. شحر جوز التنتين. ايه شو حصلت عليك شو معطر؟ يا دنيا بدك تخلص من بينية ومنها. خالتي عالية؟ يا عيون خالتك عالية دايخة دخلك. مش وسط هيك نفسها بتضلها بتقلب ليه قولك؟ بتكون اخدي برد. بس برد؟ ايه يا سندي بس برد. فوتي تقبريني على المطبخ اعملي فنجان زهورات بتصح. بس انا امي قالت لي يمكن من غير شي. تقبريني روحي قولي لها لامك تعلمك غير شي، لانه هالحركات صارت قديمة ومكشوفة على اللي بتفهم بامور الدنيا. طيب رح فوت اعمل فنجان زهورات مثل ما قلتي لي. ايه روحي يا عيوني روحي يا راجل. يا مصيبتك يا ابن جوزي من وين يا حصبتك؟ ما زال كل يوم بنام يا على الكرسي يا على الكنبيه. ايه معطر يا جوزي انت. دخلكم دخلكم. ايه بدي بقى هذا تطلع فيني يا عمي. ايه ما قلي كل شيء من ايدك واتصلي لي بالدكتور. بدي اعرف من شو. يا عيني يا عيني بروح العيشي بيجي المشتاق. شو في انت كمان؟ ليك شرايحلي شرايحلي الحبل. خالتي الله يخليك اتصلي لي بالدكتور. اتصلي لي لانه نفسي. لا 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 انا مش طبيعيه يا عمي. شو بسميه دخلك؟ شو بسميه؟ بسميه صفيره لانه بيي شرطي سير. ولا بسميه سير؟ لا لا بسميه مرور. عارفه مثل بيو كيف شرطي سايق بمري وهذا الصبي هيك مبشوك اللي عم يمري. ليه عم بتصلي لي بالحكيم الله يخليكي؟ روحي فوتي على اوضتك وشيلي هالمخده اللي حطيتيها على بطنك. روحي. مخده؟ قال بتقلي مخده يا حبيبتي حامي دخلك عنا قويل المغلي؟ عني؟ لا كثير كثير منك. مزاهر ما مزاهر بركي شكيت ما شكيت. ها بدي ردعه كل اربع ساعات. كل اربع ساعات ما بدي ردعه. ولا كل ساعتين. شو رايك انت كل ساعتين؟ قاعدين بقول لك قاعدين مسكيني شوي قاعدين. عمالك تقبريني عمالك يا سندي. اوعك عمالك. قوم قوم اتصلي بالحكيم. قال له قديش صار لك بالقصر؟ قال له امبارح العصر.
وحلك تصيري حامل؟ لك يا عم مش عم كذب عليك، يا عم تبليك، يا عم قلك اخ دخيلك وما فيه. قومي اتصلي بالحكيم، قومي اتصلي بالحكيم، اتصلي بدكتور اسنان، لا لا دكتور نسائي، نندرسي عم يجعني مع الدعاري ندرسي ولا قومي اتصلي. قومي روحي فوتي على اوضتك وشيلي هالمخدة اللي دحشتيها تحت الفستان. مش مبين انه مخدة؟ عم قومي اتصلي على المخدة عم قلك حامل. وحضرتك من مين حامل؟ يا مشحرة أنا قال من مين حامل؟ من ابن جوزك يا حبيبتي، من ابن جوزك، من مين بده يكون حامل؟ من ابن جوزي؟ ولك الله يساعد ابن جوزي، ما هو كل ليلة المعطر بينام اجيلي هون على الكنباية وأنت عم تتمتع وبتتمتع. شو عم تحكي؟ شو ناسية إنه تارك صورته والأوضة؟ من الصورة؟ من الصورة، ما ثبت علمياً إنه الصور إلها أكبر تأثير. ولك انت رح تجننيني، كيف من الصورة والصورة المعلقة بأوضتك بالحيط نصية؟ شو عم تحكي؟ نصية؟ بتريدي فرجيك اياها؟ لا خلص لا تفرجيني شيء، او خي ما اشت ببالي نصية، نصية حلو الوقت جاي كارت بوستال كمان. طيب طيب ما زبطت ما زبطت خلص ولا يهمي تبقى تتصلي بالدكتور. بس بدي نجي خلص يدل يدل عليك وعلى وقعتك يا ابن جوزي، هدي ان كان فيك تهدي هدي. ولك خي بتستاهلي، اذا كنت ما عملت فيي اجاني مين ينتقم لي منك وشوف عذابك بعيني. معطر يا جوزي التنتين مش عطر يا جوزي التنتين. كأنه ما في غيرك بهالكراكون، ما بشوفك إلا فايد ظاهر، نعم، شو في؟ سيدنا إذا عم بزعجك بطل فوت. لا، تفضل، بالعكس، لكن بعدك من هلأ لشهر راح بدل كل هالطقم القديم يلي بالكراكون. لا يا سيدنا. لأنه بصراحة هالكراكون بوجودك ووجود إبراهيم أفندي وأمثاله ما عاد اسمه كراكون، صار اسمه زكيت السلطان. بأمرك سيدنا. بس رح مول معدلك سيدنا، بس بتستغنى عن خدماتي بقدم استقالتك. المهم هلا نعم شو في؟ سيدنا في شخص برا قال لي اسمه وبده يفوت. هيك لكن، وشو اسمه؟ اسمه سيدنا ما انت بهالمحاضرة برمطل لي راسي ونسيت اسمه. اتفضل اساله شو اسمه ورجع. ايه سيدنا تذكرت اسمه. اسمه المحامي عدلي وجاي من شنشي مهم. وينه؟ خليه يتفضل بسرعة. حاضر. ان شاء الله تكون انحلت قصة وردة الست نادية، بركي بتحلحل قصتنا. تفضل استاذ. اهلا اهلا وسهلا بحضرة المحامي النشيط، اهلا. منين النشاط يا حضرة البشاويش؟ العمر عم يتقدم والصحة عم تتأخر. تفضل تفضل. عادل افندي، فنجان قهوة لحضرة الاستاذ المحامي. حاضر سيدنا. ايه استاذ عادل، أنت وصلت من السفر؟ امبارح بالليل. والست نادية عرفت انك جيت؟ اتصلت فيها بالتليفون ما ردت، قلت بمرق عليك اكيد بتعرف عنها شيء. بعرف عنها شيء، بعرف عنها اشياء كثيرة. المهم المهم شو عملتوا بموضوع الوردي؟ اطمن، عدلي عمره ما فشل بقضية، الوردي كلها صارت من حق نادية، والوراق معي. معك؟ طبعا معي، لكن ما بسلمهم الا لها بايدها. ما تزعل مني. عال عال عال، يعني انحلت قصة بنتي. شو عم تقول؟ لا 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 ماشي ماشي استاذ علي، تفضل معي. ما على علم عزمتنا على قهوة. رح نشربها مع الست نادية شخصيا. تفضل. عادل افندي، عادل افندي. سيدنا ما تقلي كيف جيت، انت عيطت لي. تبعت حدا من الشباب ورا ابراهيم افندي على النقطة، خليه يقول له لقينا على بيته ضروري جدا. سيدنا بلا وبلا مشاكله عبكرة. في شي بينك وبينه؟ سيدنا كل ما شافني بيتدين مني 100 ليرة، وكل شهر بيقول لي هالشهر، أنا فزعان ياكلهم علي مثل ما أكلهم عبده أفندي. اسمع مني، ما بقى تزعله مشان المصاري، لأنه خلال 24 ساعة رح يصير اسمه المليونير إبراهيم أفندي. أستاذ عدلي تفضل. مليونير؟
شو قولكم لأن جوزوا بنته رح يكتب له كل أملاكه باسمه؟ على صغري على صغري عصر بإيدون